أهلا يا أطفال، حصتكم مع عمو يزيد جيكم هذا الأسبوع بموضوع اليوم العالمي للغة العربية. يوم 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية. تاريخ الجزائر حافل بأسماء خلدت فيه، وشخصية اليوم هي حملاوي محمد. عمو يزيد دير لكم أغنية ينقل فيها لغتي يا أجمل اللغات، تغنوا كامل معايا يلا. لغتي يا أجمل اللغات، بك أعتز وأفتخر، بك أعتز وأفتخر، أصيلة عربية أنت، وأنا من العروبة أنحدر، ومن العروبة أنحدر. وانتم يا أطفال إلا حبيتوا ترسلونا باش عمو يزيد يقرأ رسائل نتاعكم، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com وتضغطوا على الزرار آراء وملاحظات. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. حبكم يا أطفال. أنت هي لغة القرآن، ستبقين لسان الدين، خالدة عبر الأزمان في كل وقت وحين. أنت هي لغة القرآن، ستبقين لسان الدين، خالدة عبر الأزمان في كل وقت وحين. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، تعالوا هلموا إلينا الضف مع عمو يزيد.